ما خاصناش الركاي خردة، خاصنا رجال ذو بأس شديد. تعرف علاه بنحافظ على مستقبل هادو؟ احنا عقبنا في عمرها 40 و 60، احنا عقبنا نحافظ على المستقبل تاع هادو. ياك الهضره هذه ما هزتكمش، ما بيدي حيله. عاود طلع البوزي، عاود البوزي، شنو كدير هنا؟ راه خاصك كاليتي كيما تري مسيرة. اه مليحه. خاوتي هاد الصال، هاد الصاله ماشي كيما لي صال، وهاد الماتر هاد الشيخ ماشي كيما الشيوخ الاخرين. تطلع لك واحد لادريلالين، مي فريمون واحد لادريلالين ضربه. انا بيرسونيلمون عجبني الحال بزاف، مي اقعدوا معنا مازال زيدوا تشوفوا امورات بزاف. هنا اوبيراسيون طرازان، هذه يا حاجه واعله بزاف، ولو كان تغلط زعما ما ديرهاش بيان، شو شكون هو يستنى فيك؟ يا تخدمها بيان، يا المصير ديالك يا هذا ولا هذا، مي هذا اللي دونجيرو على الاخر. انا نقول لك رجلي نعرف وين نحطها. طرافاي جو وكرا نقولوا الى النصر قدمت قربانيه. انا زعقو لا تسمعش بيه، لا تسمعش بيه، كل دي قدرات. ايه كي عضك كل تعاود تعضه، ما تعضاش والحديث قياس. اللياقه البدنيه، الكلب يدخل في اطلع اطلع زيد 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 زيد. بالنسبه للكلب، الكلب يدخل في الحقل البسيكولوجي. الكلب هو هذاك الانسان اللي تلقاه يقول لك اودي انت فاشل، انت ماكش خدام، لا خطيك من السبور، لا ودي خطيك دوك ما يعطوكش بوست. هذاك هو الكلب، احنا عندنا في البارك يعرق لك. اي ولا هذا يعرق لك الكلب هذا. بصح لو كنت تحط معاه، كنت تحط معاه راك ما تخدم والو. مي عندنا لا ثلاث يتجاوزها يدير لها قدام. كونسونتري مع لوبستاك اللي قلنا، حضور ذهني، حضور ذهني، حضور ذهني. كونسونتري مع لوبستاك الفوق، باش راه وراك، راه وراك. كل يوم هكذا. بالنسبه للنادي هذا فيه الامامي مختص في الفنون القتاليه المختلطه، يعني عندنا الكيج تاعنا ويمارسوا الفنون القتاليه المختلطه، نخدموا فيها الجودو والجوجوتسو ونخدموا الكيك بوكسينغ والبوكس كديسيبلين بالنسبه ليزاتليت. بالنسبه للجروب ديال طاسبور عندنا واحدين مختصين في التحضير البدني، يعني الرفع من القدرات البدنيه، دائما بريبارهم فيزيك. كاين اللي راه منقص 20 كيلو، كاين اللي منقص 25، كاين اللي 15. عندنا الجروب ثاني في الدال طاسبور يخدموا كروس فايت، بصح كروس فايت يخدموه بالباركور بسيكولوجي، الحقل البسيكولوجي، الشوط البسيكولوجي هو اللي اهلهم بدنيا وفكريا. هنا يدخل في تنميه القدرات الذاتيه. دول لي زوبستاكل هذو، كي يلقى لاشان ويلقى تحتها كلب، احنا نحوسوا على الهدف. تسلق هذاك الحبل، اوصل للاريفي وهبط. اللي قعدت مبرونشي مع هذا الكلب، هذا الكلب تلقاه في المجتمع ينبح فيك، تدير فوتو شابه يدير لك كومونتيري ينتقدك فيه، هذا باه يهرسك. هو داير كيما هكا، يعني تعطيت لهم ايوه. ما تسمعش بيه، انا عندي هدف انني نطلع واش لاشين، وعندي حاجه اسمها النجاه، اللي يقلك تسلك، تطيح في اي موقف اللي يقلك تبذل المجهود وتسلك. ديك كنت محضر بدنيا ولاباس بيك بدنيا، راك ما ديرش لي فور كبير. بصح واحد ماش محضر بدنيا اش تايدير؟ يتعب بزاف. ما سي بور سا الفيزيك. سي بور سا احنا رانا نحفزوا الشباب باه يمارسوا الرياضه، اي رياضه كانت يمارسها الشاب. انا ما يهم الشاب نلقاه يتناول في المخدرات،
بركوا عليه يتناغل متناول المخدرات. روح مارس الرياضة، نتمنى من المدربين فاني أنهم يسهلوا ممارسة الرياضة باي أطرو الشباب. ها وعدنا سي مصطفى، تفضل سي مصطفى. عندي زوج تاع عمليات ليرني، وكانت عندي ثلاثة قدامنا ندخل عنده، وعندي زوج عمليات في ذراعي وعملية واحدة في كراعي. وكنت يعني نحلم بها ندخل الدوارة، كنت نحلم بها ندخلها. اش العملية الأولى والزوجة قالوا لي راك دخل الدوارة ظهرك يتقوس كيما نهار. والحمد لله مع شيخنا وبفضل الله سبحانه عز وجل تمكن الإنسان به يدخل الدوارة. صافي بليزير. شحال كان البوا تاعك مع الأول؟ أنا السلام عليكم، بفضل الشيخ إن شاء الله دخلت في جانفي أواخر جانفي، كنت نوزن قنطار وستة كيلو. قنطار وستة كيلو أواخر جانفي، دروك راني داير 85. الله يبارك. عندي 35 جامي في حياتي لعبت الرياض، درنا 42 كيلو كملناها، قبل 20 كيلو كملناها، وزدنا 15 خدمنا حضرنا خدمنا مليح كملنا من 42 كيلو كملناها. مصطفى سفيان عنده زوج قاعات في الميسكيلاسيون، يمول الشباب فني ويساعدهم فيما يخص يعني المكملات الغذائيه، يعني راه داير لي فور بزاف في سعيده، داير لي فور. ما نتمناش، تمني للفاشلين، تمني بالنسبه لي الفاشلين. قل اعملوا فسير الله عملكم، ما قالكش تمنى، قل اعملوا فسير الله عملكم. تمني هذا انا بور موا في الفاشل، انسان فاشل يقول لك نتمنى، يعني إنسان فاشل يدخل لك المصطلحات الأدبية، سوف دورك دارو، هذا كل تدخل ضمن المصطلحات الأدبية التي لا تفضي إلى شيء. كاين حاجة سموها خدم. أمن بالله العلي العظيم نسعد لك النهار. طرات انتم طرات. هذا ما رقدش، هذا خدم وبكر وتعب، واليوم الحمد لله راه قابض لنا اكثر من 600 شاب، نحمد ربي ونشكره، راه يدير في ليفور. تقدر تهضر معاه؟ يتعامل معايا في المكملات الغذائيه، وما شاء الله محسوب. انا محسوب من انا في ضمان تاع كمال الاجسام شاهين، نتفاخر نبغي نشوف هذيك الرياضه تاعه، شو من المعجبين تاعه في الصفحة تاعها، توجو ندخل الصفحة تاعها نشوف هذوك التدريبات، ما شاء الله الله يبارك. 43 عام راه عاد شوف فيه، راه مازال عندنا احنا بالنسبة لنا عنده 16 سنة، 43 هو عنده 16 سنة سايس. 43 عام تبارك الله. خويا حبيت نسقسيك، الشيخ شحال عندك وانت تعرفه؟ الشيخ معرفة قديمة. أنت بورتوا، أعطيني الحاجة الزيادة اللي زادت فيك مع الشيخ في السبور. بيسكو هو إنسان يبذل مجهود مع الكبير مع الصغير، ما عنده حتى يبذل مجهود بدني مادي معنوي، يحبز الشباب برسك الحق هنا 200 يكيك وقع أجبدهم. ما تسمعش بيه ما كل حق لك الفم، ما تسمعش بيه هاد أو ضغط طلعي، ما تسمعش بالكلمة، ما تشوش لي خلاص، ما تسمعش بيه هاد ضغط هاد ضغط هاد الانسان هذا واش راهو يدير كاع هاد لي زيفور هادوما، يريكيبيري لي جان يبعدهم عن طريق المخدرات، يبعدهم عن طريق الانحراف، وكامل 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 المجهودات هذه البدنيه الفيزيك التعب بدون مقابل. شيخ وشنو هو المقابل تاعك انت اللي تشوف؟ مادام تكون في المؤسسه العريقه هذه ما كونونيش بالدراهم انا، بالعكس خسروا عليا كعشا كونسوميت من المؤسسة غير به نتكون ونكون في المستوى. بصح الحمد لله يا ربي ذاك التكوين، ولو أنه كان صارم إلا أنه كونني وخلاني نكون يعني نخبة في ولاية سعيدة. وما نقول لك شاودي غير ولاية سعيدة، غادي نمشي حتى الوطن كومبلي. اللي مضيقين عليه أنا المفتاح تاعه، اللي حوس يتأطر أنا المفتاح تاعه. هذا قاسم قسمناه والقاسم هذاك تقسمه ما جات قسمه غير خطره، ومن بعد تفوت هذاك البيريود سيبو رانا قاسمينها على حياتنا. تراريس مدت دمها، تراريس حرضت البلاد، والله ما كلات فيها قوطي تاع ياورت. الرجاله حرضت البلاد ما كلات فيها قوطي تاع ياورت، دفعت عندها اغلى حاجه عندها وهي واش النفس. تمد لي نفسك انت هاك
ما تقدرش مدوا نفسهم، تجيني انا فين نوقف على 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000 تاع لي زاتليت ندربهم في سبيل الله، ندير اكثر من ذا الشيء وما نلحقش هذوك اللي ما سقطونا في سقطونا يعني في ميدان الشرف شهداء الواجب، ما نلحقهمش حتى في صباحهم كيما هكا، والله ما نلحقهم حتى في صباحهم، خاطر هذوك قدموا الواجب تاعهم كما ينبغي. انا اليوم الحمد لله ما مر عندي عجز 60%، ولكن الحمد لله يا ربي باقي 40%، راني مع الوليدات الى اخر قطره من دمي، هذا عهد وهذا يعني قاسم مقسمته وما رجعش عليه. كي راني نقول ما نقولش ودي شعارات، الوطن ماهوش شعار، الثوره ماهيش شعار، الوطن هو الميدان والوطنيه هي الاشتراك، بسبب الاشتراك راك تشوف رانا هنا مع بعضنا البعض، راه عندنا هذا سي مصطفى، عندنا امام مسجد، عندنا طالب جامعي، عندنا انسان بطال، عندنا تاجر، هذا هو الاشتراك. يبان رساله اللي نوجهها، الرساله اللي نوجهها كوسو سوا مسؤول، اي انسان في في في, في منصب راه مسؤول، كوسو سوا مدرس ولا رئيس مؤسسه ولا مؤسسه اقتصاديه، اي حاجه، اتقي الله في ذي البلاد. عندنا حاجه وقود شباب، هما وقود المستقبل، إذا نحوسوا على مستقبل يعني لا بأس به ونكونوا دولة لا بأس بنا، التفتوا التفاتة حسنة للشباب، عاونوا شباب، وجهوا شباب. ومن هذا المنبر ثاني نوجه رسالة مباشرة يعني للسيد السيد الوزير خالدي اللي راه مسؤول على قطاع الشباب والرياضة، نتمنى أنك دير لي فور سيد الوزير، راني نقول لك أنا قدام الجزائريين، أنا بمجرد مواطن قدمت شي قدمت بليدي هذه وبلي كثر لي خير، ولكن الشبيبة لكن شبيبه راه في امس الحاجه لدعمكم، في امس الحاجه للوقفه تاعكم، نتمنوا انكم تكونوا في المستوى هذا. ما كنت نتهضر نهضر يعني ونحكي على الوطنيه، الوطنيه ماهيش شعارات تريح وتقابل الناس والوطن، نو الوطن تيره، خرج للتيره، شوفوا منشاتنا، شوفوا احتياجات الشباب شرخصها، اللي نفهموا الشباب، هذا رانا في 2021، اللي نفهموا الشباب، واللي تكون برامج برامج واعدة لتأطير هذا الشباب خاصة في أصغر، أروح ولدي هنايا، أروح هنا خاصة هادو راه عنده 5 سنين، اللي قلنا نقدموا برامج في المستوى بان نخلقوا شاب في المستوى، نخلقوا شاب واعي، شاب مرن في التعامل، شاب يعرف كيفاش يحل المشاكل تاعه، شاب في المستوى، شاب كي تناديه بالوطنية يكون وطني، خاطش على خاطش راه مكون ومأطر. هذا هو الميساج اللي غادي نبارطاجيه مع كل مسؤول جزائري، مع كل مسؤول، راه عندنا تحديات كبرى في المستقبل، راه عندنا خراب في المؤسسات مشى 20 سنة وباه نقلعوه اللي قلنا رجال ذو بأس شديد. البوزي البوزي شنو دير هنا؟ راه خاصك كاليتي كيما تاع المسكرة، ها مليحة مكتب ولا عزوم طلع زيد مليحة زيد 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 ما خاصناش الركاي خردة، خاصنا رجال ذو بأس شديد. تعرف عليه بنحافظوا على مستقبل هادو، احنا عقبنا في عمره 40 و60، احنا عقبنا نحافظ على المستقبل تاع هادو. ياك الهضره هذه ما هزتكمش، ما بيدي حيله.